السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هاد لاشين ديالي الجديدة اللي قررت نكخيها إن شاء الله بهدف أن إن شاء الله نخدم فيها البروغرام ديال بخوميييغ أني باكالوريا. نقد إن شاء الله ندير لها ليكستونسيون، نخدم فيها شي حوايج وحدة أخرين. مي إن شاء الله المهم في هاد اللحظة هادي وفي هاد الوقت هذا إن شاء الله نخدم فيها غير البروغرام ديال بخوميييغ أني باكالوريا. قررت إن شاء الله في هاد الفيديو هذا نشرح القصة ديال لو ديغني جور دان كونداني. بيسكو هي اللي غتكون عندكم دابا وصلنا ليها في البروغرام، لعل وعسى ان شاء الله من خلال هذا الفيديو هذا نعطيكم واحد لابيرسيو جينيرال، واحد لافيزيون بانوراميك على القصه ان شاء الله بحول الله. فقبل ما نبدا نهضر معكم بالزرب على طريقه الخدمه اللي نخدموا بها ان شاء الله، انا جو ترافاي بواحد لو بروسيدي اللي كيتسمى لو بيلانغويزم انتيغري. لو بيلانغويزم انتيغري ستادير اون فا ترافاي ان شاء الله في هذا الفيديو هذا بيلانغويستيكمون فرونسي عربيه. ما غاديش نبقى نهضر معاكم فرونسي باسكو درت واحد لو تور دوريزون على لي فيديو اللي كاينين في يوتيوب، فلا ماجوريتي ديالهم كيهضروا بالفرنسي وانا ما بان ليا ما كايناش فائده اللي كان غير يجي واحد غير يبقى يهضر بالفرنسي كيف بحالو بحال الاستاذ اللي في القسم، حيت لو كان ان الانسان غير يفهم داكشي فرونسي كون فهمو في القسم النهار الاول. فهاد لو بيلانغويزم انتيغري، سينون كاين واحد اخر اللي كيهضروا بالعربيه ولكن بالعربيه بزاف عاوتاني ما كيوقفوش على بزاف ديال الامور اللي هي مهمه. هاد لو بيلانغويزم انتيغري شنو تيقول؟ فيه جوج ديال لي بروسيدي، جوج المراحل. لا بروميير بارتي كتسمى لا كلاريفيكاسيون. الصراحه كان خصني ندير هذا حتى هو شي ديابوني ونشرحه، مي بون غنشرحه اورالمون. لا بروميير بارتي كتسمى لا كلاريفيكاسيون اللي هي التوضيح، فالتوضيح تيكون باللغه العربيه، ولا دوزيام بارتي عربيه فرونسي بيان سور. ولا دوزيام بارتي كتكون كتسمى لا كونسيبتواليزاسيون، هم انهم لي تيرم او لو جارغون يعني لو فوكابولير اللي عنده علاقه بالقصه او بداك الشابيتر كنوقف عليه مزيان بالفرونسي وتنقول لكم فوالا شنو خصك تعقل وشنو خصك تعقل عليه. بون ما نزيدش نطول عليكم، نبداو ان شاء الله بحول الله ونشوفوا هادشي كي غيصدق، واش هادشي فيه ما يدار ولا ما فيه ما يدار. بيان دونك لو ديرني جور دان كونداني دو فيكتور هوغو، لوفغ اللي بيبليي ان 1829. هنا واحد لابيرسو بالزرب على بيوغرافي ديال فيكتور هوغو. إلي ني ان 1802 ا بيزونسون، مات في 1885 ا باري. إلي دو ناسيوناليتي فرونسيز، لي زاكتيفيتي ديالو تالمون هو شي واحد اللي واعر بزاف. انا اون ميم طون سيت ان اكريفان، ان بويت كيصايب القصائد ولي بويزي، وان دراماتورج يعني كيصايب لي بيس تياترال. فدراماتورج هي اوتور ديال لي بيس تياترال، هذه غتكون شفتوها في انتيغون دو طون طون تيقولوا لكم في التابلو شكون هو لو دراماتورج، سكيفي شكون هو لوتور ديال انتيغون. لو موفمون سي لو رومونتيزم. لو رومونتيزم واحد التيار معقد بزاف، معقد اون تيرم ديال اش؟ اون تيرم ديال لا بروفوندور ديال العمق. كتلقى ربما القصه سوبرفيسيالمون سطحيا غتبان لك انها سهله كتهضر على هذه او لا على هذه، ولكن ملي كتجي تشوف تقرا لي باراغراف وتقرا لي زيكسبرسيون لي مستعملين ولي فيغور دو ستيل كيبان لك ان كاين واحد العمق كبير بزاف في التعابير على المشاعر بالخصوص، في التعابير على الاحاسيس والمشاعر. ولهذا بالضبط في لو ديرني جور كتلقى انه ان سول باراغراف كتلقى فيه خمسه سته سبعه ديال لي فيغور دو ستيل. لي زوغ برانسيبال عنده بزاف من اللي تعقلوا عليهم واللي مهمين تقدروا تستعملوهم، عنده لي ميزيرابل ou le au Notre-Dame de Paris. Hadouma l'aksa chouhaj qaddou chaqlou lihom. Bien sûr le dernier jour d'un condamné hi li hna khdaminha inchallah. Donc Victor Hugo zat 1800 jouj au match 1885 qui fait le 19e siècle. En 1829 Victor Hugo publie le dernier jour d'un condamné. Nchrach 1829. Elle constitue un violent réquisitoire plaidoyer. Bon plaidoyer chna houa wahed khitab rasmi, wahed shikaya ضد واحد المساله معينه. فهنا باش نقرب لكم المعنى، ان هذه القصه كتشكل واحد النقد عنيف، واحد النقد قوي ضد الاعدام. بيان علاش فيكتور هوغو؟ بوركو فيكتور هوغو اتي ليكري سيت اوفر؟ علاش قرر ان يكتب لنا هذه القصه هذه؟ جي فولي رابيدمون اللعيبات هادو. فيكتور هوغو رونكونتري بليزيور فوا لو سبيكتاكل لا غيوتين. لا غيوتين هي الاله ديال الاعدام اللي كيستعملها المقصله اللي كتقطع الراس. دابا نشوفوا ان شاء الله في هذه البريزونطاسيون في الاخر. فكان كيدوز بزاف في الساحات ديال باري وكيلقى الناس ديك الساعه على ليبوك ديال القصه كانوا الناس كيتعدموا بلا غيوتين. اي سان دينيي يعني كان كيبقى فيه الحال وكيحس بالمهانه دو سو كو لا سوسيتي سو بيرميت دو فار دو سون فخوا، داكشي اللي كانت الدوله كتسمح لراسها انها ديرو، اللي هو في نفس الوقت الامر اللي عاقبت عليه هذاك المجرم. سو كو لا سوسيتي بيرميت دو فار دو سون فخوا، داكشي اللي كدير بدم بارد. سو كيل روبروش على كوزي دافوار في، وكانه تيقول لنا هنا ما يمكنش نعاقبوا الجريمه بجريمه بحد ذاتها، فهو انت كتعاقبيه حيت قتل وباش كتعاقبيه حتى تقتليه. فهذه كانت كتبان ليه هو بحال واحد لو بارادوكس، بحال واحد التناقض. سي تو لون دو مادي اون ترافيرسي دو لا بلاص دو لوتيل دو فيل، هذا بارمي لي ليو المهمين في القصه، هو لو تروزيام ليو اللي غيدوز به الناراتور. و لو بورو، لو بورو هو الجلاد، هو داك اللي كيعدم. غريسي لا غيوتين، كان كيدهن لا غيوتين اون بريفيزيون كيوجد لواحد ليكزيكسيون بريفيو لو سوار ميم، كان كيوجد لواحد الاعدام اللي كان غيدير هذيك العشيه. فتما قرر فيكتور هوغو انه يتلونسا في ليكريتور ديال لو ديرني جور دان كونداني، واللي سالاها بواحد السرعه كبيره. لو ليفغ ايديتي اون فيفري 1829.
فالقصه باش نقول لادات ديالها تجيكم سهله، ان هذه القصه هي الوحيده باغمي دوك في هذوك لي 3 اللي عندكم اللي فيها غير لادات دو بوبليكاسيون ما فيهاش لادات ديكريتور. La boîte à merveille Antigone, on fait une date d'écriture, date de publication, date de première présentation. La boîte à merveille, Antigone, alors qu'il a différé la date de publication, mais la date d'écriture. La date d'écriture, d'abord, on va faire la date d'écriture. Aperçu de l'œuvre, fiche de lecture rapidement, c'est comme les notions les plus importantes. Donc, l'auteur, c'est Victor Hugo. Titre et date de publication, le dernier jour d'un condamné, publié en 1829. Le siècle, c'est le 19e siècle. Le genre, c'est un roman à thèse. C'est quoi un roman à thèse? C'est l'histoire qu'on a fait avec le narrateur, qui a eu la partie de la vie de lui, un fragment de vie. Alors, je ne pas un roman autobiographique pour la boîte à merveille. Je ne pas une autobiographie, je ne pas de la vie. Je ne vais pas détails, je ne vais pas un roman à thèse. Alors, je ne un roman à thèse. C'est l'histoire qui a été fait Victor Hugo a eu la معاناه ديال واحد الشخص قبل ما يتعدم وصافي، مي بلوتو كيحاول من خلال القصه هذه انه يدير الدفاع على واحد الاطروحه معينه، اون تيز هي اطروحه، فان غومون اتيز هو ان غومون اللي كيدافع على واحد الاطروحه معينه. باغفوا تيعطيكم في لي طابلو او في لي كيستيون شنو هي لا تيز ديفوندو، شنو هي الاطروحه المدافع عندها، المدافع عنها. Et c'est la raison pour laquelle درت لكم هذا الطابلو هذا هنا. Bon, je continue rapidement de l'ibadi ورجع للطابلو. Forme narrative apparentée. C'est un récit à la première personne. Et علاش كتشبه هذه القصه هذه في الحكي؟ في الروي في السرد ديالها. C'est un récit à la première personne, يعني واحد السيد كيعاودنا على حياته وفيها une ressemblance limitée avec un journal intime. واحد التشابه محدود مع ان جورنال انتيم. علاش عطينا هاد اللعيبه ديال التشابه محدود مع جورنال انتيم؟ باسكو من بين المميزات ديال ان جورنال انتيم سي لا بريزونس دي زانديس تومبوريل. فتا هاد القصه هادي في الاخر ديالها سيرتو في الاخر ديالها بالضبط غيولي عندنا حضور ديال الازمنه بزاف ملي غيقرب يتعدم. يبقى يقولك دي جون 10 سونات 11 سونات 12 سونات باش يبين لنا اكيل بوان ان الوقت كتولي عنده واحد القيمه كبيره عند بنادم اللي ما بقى ليه والو ويموت. دوغي دو سيجور اون بريزون 6 سيمانات. القصه كامله 6 سيمانات. جوست رابور انالوجيك مع القصص الاخرين الجوج اللي عندكم. لا بوات ا ميرفي المده ديالها 9 شهور بريسك اون اني. انتيغون المده ديالها 13 ساعه. الوغ كو القصه دي المده ديالها 6 ديال السيمانات. سي ان كونت ا روبور عد تنازلي. Ou le temps, c'est un temps tragique. Un temps tragique parce qu'un temps qui est dans le cœur de la mort. On a une notion de tragique. D'abord, on va faire Inch'Allah dans les vidéos où on filme les leçons de langue. On a droit à des tonalités tragiques, pathétiques, comiques, des trucs comme ça. On a un temps tragique parce qu'un temps, la fin du dialogue, elle converge vers la mort. Rapidement, le tableau est là. Le risque d'arrôt, le chafdo, le mahfetish, le harjihawi, le soukot. Il y a un peu de temps pour que tu aies un peu de temps. الجدول هذا. فالوتور سي فيكتور هوغو. عندك تكتب فيكتور ايغو ولا اغا ولا ايغا راه كتلقى هاد اللعيبات هادو بزاف صحيح. وانا بحكم التجربه ديالي يا سلام حديت ولا حرج. النهار الزوين هو النهار اللي كنصح فيه لي كوبي. ما علينا. لو ناراتور سي ان كونداني ا مور. انا جو بريفير انكم ديروا ان كونداني ا مور على انكم ديروا لو كونداني باسكو لو ناراتور عندنا انونيم مجهول. فشكون هو الراوي عندنا القصه؟ ان كونداني ا مور واحد السيد محكوم عليه بالاعدام. Le roman, c'est le dernier jour d'un condamné. Faites attention, il faut toujours le mettre entre guillemets et le souligner. Quelque chose qui l'a souligné, quelque chose qui l'a guillemets, je préfère faire les deux. Comme ça, je crois que je vais voir ça. Tu ne seras pas pénalisé de chez Omjouj. Le genre, c'est un roman à thèse. Je vous avais dit, un homme, il se peut qu'il y ait comme la question de dire, je n'ai pas la thèse défendue, puisque c'est un roman à thèse. Je n'ai pas la thèse défendue. C'est l'abolition de la peine de mort. Mahou l'Idam. Izalat l'Idam. Chahajam l'Hadal Kabil. La date de parution, c'est 1829. Le siècle, c'est Victor Hugo au match. Donc, on a le 19e siècle. Quelque chose comme parfois autre œuvre, Les Misérables, Notre-Dame de Paris. Bien. Les personnages, on a le condamné à mort. On a les geôliers, on a les geôliers qui ont le biban, qui ont le biban, qui ont le swatch. À ce qu'on trouve, soit le terme dit le geôlier guichetier. Une toute petite différence, juste quelques nuances, on a les geôliers, on a les geôliers, on a les geôliers. وان لي غيشوتي هما اللي عندهم لا فونكسيون غير ديال المراقبه وحل البيبان. حتى لي جولي يقدروا يحلوا البيبان مي جوست افيك هاد لا بيتيت نيونس دو ديفيرونس. انا لي جولي نورمالمون هما اللي كيجيبوا الماكله. انا سافي ماري سا فام اي سا مير لو بريتر اللي هو الراهب او الكاهن او لا فول لو كونداني اون نو سي با كيل كريم الى كومي. ما عرفناش الجريمه اللي اقترفها. شنو عارفه في القصه؟ انه قتل شي واحد. الى كومي ان كريم دو سون الى تويي كيلكان الى كومي ان ميرتر. اللي بغيتي تستعمل في هادو استعملها. المهم جمله التي يعني انه قتل شي واحد. بورتون اي ني با بيرسو كوم ان مونستر. فهاد القصه ديما كيظهرش لنا على انه وحش على انه شي قاتل متوحش شي حوايج بحال هكا. ايل في اتروسمون لاتون دو سون اكزيكسيون. كيعيش بواحد المعاناه عميقه وكبيره بزاف بانتظار اليوم اللي غيتعدم فيه. علاش عندنا هاد لو كونداني هذا الي انونيم؟ علاش عندنا هاد المجهوليه هادي؟
حيت لو ان فيكتور هيغو عطانا السميه ديال هاد لو كونداني وشكون قتل وعلاش قتل وكيفاش قتل وفوقاش قتل، غيولي وكانه كيدافع على واحد الشخص معين اقترف واحد الجريمه معينه. مي هو بوغ جينيراليزي باش يعمم وباش ينتقد الاعدام عامه ويدافع على المعدومين عامه، فعطانا واحد لو كونداني انونيم ما عارفين عليه حتى شي حاجه من غير كلكو زانفورماسيون اللي غنشوفهم ان شاء الله ابخي، من بينهم انه الى جون سان افور، انه الى كلكان دانستخوي اي دو كولتيفي، شي واحد اللي مثقف وقاري، وان سي كلكان دو بيان ايدوكي اللي مربي، وان الى بارتوني على كلاس دو لا بورجوازي، شي واحد اللي مصرف ملعق. Les représentants de la société, les juges, les magistrats, le codage, le directeur de la prison, le prêtre, le kahin, هما اللي كيمثلوا لنا الدوله. بالنسبه لهذو كامل شنو الشيء اللي كيتميزوا به كامل نقدروا نجمعوا واحد لو تيرم اللي مهم جدا جدا في هذه القصه اللي خصنا نعقل عليه. ثاني اهم تيرم انا كيجيني من بعد لا بين دو مور، الا وهو لانديفيرونس. لانديفيرونس ماشي لا ديفيرونس. لانديفيرونس دابا نوقفوا عليها ان شاء الله من بعد، اللي هي اللامبالاه. ان كاع الناس هذو اللي كينتميوا للوسط ديال السجن او للوسط ديال المحاكمه ما مسوقين شنو تسوق. عندهم اون اكزيكيسيون سي اون شوز بانال كي دوا سي ديغولي دون لي فورم. تيلمون عاشوا مع بلادهم اللي كيتعدم تيلمون هذيك الخدمه ديالهم فما بقاوش كيتسوقوا للبشر. ماري لا في دو كونداني على 3 ans. سون بير فيفون ان امور ابسولو كيبغيها بزاف. وكاع لي شابيتر اللي كيذكر فيهم ماري تيكون فيهم واحد لو ميلونج ما بين لو ليريك و لو باتيتيك. دابا نوقف على لي توناليتي ان شاء الله من بعد. Mais elle ne reconnaît pas son père dans ce barbu qui l'embrasse. C'est le chapitre 43. Son père n'est-il pas mort? Et les petits détails, d'abord, on va faire les chapitres. On va faire une vidéo. On va faire rapidement. On va faire tout le temps. On va faire le temps. En même temps, on va faire le temps. En même temps, on va faire le temps. La foule, elle est compatissante et cruelle à la fois. En même temps, on va faire le temps. On va faire de temps en temps des images. On va faire le temps. Et de temps en temps, ou la majorité des images, on va faire le temps. Elle assiste à une exécution capitale comme un spectacle. Quand j'ai dit « Hadar » le « Wahd al-Idam » ou « Hadar » le « Wahd al-Masrah » ou « Wahd al-Hafl ».